لو قعدنا نتكلم عن محمد الشناوي ممكن ناخد حلقتين ثلاثة. إن شاء الله بإذن الله بعون الله إن شاء الله بعد العشرة بإذن الله محمد الشناوي اختاروا الكابتن شوقي غريب للمنتخب الأولمبي. إن شاء الله بعد ما ناخد العشرة محمد الشناوي هيلعب مع المنتخب الأولمبي. يمكن الأرقام عند حضراتكم على الشاشة أرقام مميزة جدا 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 جدا، يمكن بقالها كتير مفيش حارس في مصر عمل الأرقام دي. هيبقى الحارس الوحيد اللي لعب إن شاء الله كأس عالم وأولمبياد، تكتب في التاريخ محمد الشناوي إن شاء الله بعد العشرة بإذن الله هيروح مع المنتخب الأولمبي طوكيو يلعب منتخب أولمبي زي ما لعب كأس عالم، ويبقى الحارس الوحيد اللي لعب كأس عالم ومنتخب أولمبي.